الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معكم زينة شيف متخصصة في الحلويات الجزائرية والطبخ الجزائري والحلويات الفرنسية. زينة اليوم واش جابت لكم؟ جبت ندير معاكم لي كروكيت تاع بون دو تيغ تاع البطاطا. بنان ساهلين، دوك نشوفوهم واش فيهم. انايا جبت عندي واحد ربع حبيبات تاع بطاطا، هكذا ابوبخي واحد 700 غرام تاع بطاطا. درت معاهم 70 غرام، ندير معاهم 70 غرام تاع فرماج غابي غريير ولا اللي عندكم، الجبن مرحي مبشور فوالا. وعندي جبن طري، درت 90 غرام تاع جبن طري فوالا اللي عندكم، خلطوه. زوج حبيبات تاع الصفر تاع ولاد الدجاج، الملح وفلفل الكحل. ساهلين، دوك نوريكم كيفاش نديروه. بون، انايا غليتهم بالقشره، نحيت لهم القشره ديالهم، راه مازالوا سخونين. جبت نكرازيهم هكذا، نعبسهم بيان فوالا. انا حبسناهم مليح، ما نديروهاش ما نرحيوهاش في الغبوه، نديروها بال اكراز بوم دو تير. ولا انا ما عندناش، معليش، فرشيطه وحنا عبزناها. ها هي اللي كيفاش درناها. دوك واش نزيد عليها؟ نزيد عليها هذاك الفرماج غابي، نزيد عليها الفرماج هذاك الطري الطري، زوج تاع الصفر نتاع ولاد الدجاج، نا شويه تاع فلفل الكحل فوالا، واحد المغيفه تاع القهوه تاع فلفل الكحل. وعندنا الملح، ما كتروش باسكو على بالكم فرماج فيه الملح. هكذا هاد النص مغرفه فوالا تاع قهوه. دوك واش نديرو؟ نخلطوهم كامل هكذا. بسم الله، هاي بليك خلطناها بيان. شتو كيفاش بالفخاماج هذاك؟ بون، واش ندير؟ جبت سنيوه نورمال هكذا، جبت سنيوه باش نديرهم في الكونجيلاتور. درت لها باتي كويسون، جبت اون بوشافي، درت اون دويل داخل، ملح. دوك نديرها كامل داخل لابوش تاعي. نديرهم داخل لابوش باش نبدا ندير فيهم. دوك نوريكم كيفاه. فوالا، درتهم داخل لابوش تاعي، شوفوا كيفاش ندير. بسم الله، فوالا هكذا حبيبات. نخليهم في الكونجيلاتور يقعدوا لي واحد السويعه فيتجمدوا، ومن بعدك نجيب لا شابلور نوري لكم باش نقليهم. دوك كامل نديرهم هكذا فوالا حبيبات، باش من بعدك نقليهم، نديرهم كامل، نديرهم في الكونجيلاتور يقعدوا لي واحد السويعه هكذا، كي يتجمدوا نجبدهم ونوريكم كيفاه نقليوهم. دوكا باش نقليوهم، واش جبت؟ جبت حبيبه تاع ولاد الدجاج، شويه فرينه وشويه نتاع خبز مرحي لا شابليون. دوك واش ندير؟ نروح نجيبهم في الفريجيدير، راني دايره المقله تاعي تسخن فوالا، نروح نجيبهم من الكونجيلاتور. هاملي كاني جبتهم، بسم الله، شوفو شوفو دوك كيفاش جاونا هكا لابسين. دوك انا واش ندير؟ نديرهم هنا في الفارين، بسم الله هكذا، نفتحها نديرها في الصفر في حبيبة تاع ولاد الدجاج فوالا، ونديرها هنا في لاشابلوغ ديالنا فوالا، ونديرها في المقلة ديالي نبداو نقليو. هاي لك المقلة تاعي سخونة هكذا، وجبت تبيسي بيان سور، ودرت فيه لابيس سوبالا. بسم الله، ونبداو. ونحطو هكذا. دوك كامل نقليهم هكذا، نحمرهم منا ومنا. شوفو كيفاش حمارونا، نحمرهم ونديرهم يقطرو لهنا، ونوريهم لكم ان شاء الله واجدين. هامليك لي كروكيت تاعنا دوكا كي طابونا، قليناهم خفاف بنان
ساهلين ليك سنحلو حبيبه بسم الله. هلا هاكا تشوفو كيفاش طريين يجيونا، شهدكم صحة ان شاء الله. قولكم لكان حبيتو توصلكم كل حاجة جديدة مع زينة، ابونيو معايا، اشتركوا معايا، توصلكم كل حاجة جديدة. بقاو على خير، فيديو واحد اخر ان شاء الله جديد.